أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم المدرس حافظ الشحود، مديرية تربية دمشق ثانوية لورا دغلاوي. سنقدم لكم اليوم درسا في مادة الفلسفة والعلوم الإنسانية للصف الثاني الثانوي الأدبي بعنوان اضطرابات الشخصية بالمشاركة مع طالباتي الأعزاء. الطالبة لين علي، الطالبة ريم شاهين، الطالبة سارة دلول، الطالبة هيفاء عسلية، الطالبة رغد الباخوخ. بداية، الإنسان معرض لكثير من المواقف في حياته، والإنسان يمر في كثير من المواقف، فهذه المواقف إما أن تبعث في نفسه الأمل والتفاؤل والمشاعر الإيجابية، أو تبعث في نفسه الحزن والتشاؤم والمشاعر السلبية بشكل عام. ولكن ماذا إذا تكررت هذه المواقف السلبية وكانت فجائية كالموت، أو كانت متراكمة ومتكررة كالتنمر على شخص ما؟ بكل تأكيد سيصبح الشخص سيصبح حزين، مكتئبا، منعزل عن واقعه، مغتربا بشكل عام عن نفسه وعن واقعه أيضا. سيصعب عليه فهم نفسه وفهم مجتمعه وفهم أيضا بحوله، ويصبح هناك خلل في العلاقات. ولكن إذا جئنا إلى تعريف الاضطرابات الشخصية، فقد تعرف بأنها مجموعة تجتمع معا للتأثير سلبا على شخصية الفرد وحياته، ليقوم بسلوكيات مزعجة للآخرين. هو ليس يدرك بأن هذه السلوكيات مزعجة، بل يدرك أن تصرفاتي طبيعية، ولكن للآخرين هي بالنسبة لهم مزعجة، وكما تؤثر على العلاقات بشكل خطير، سواء في العمل، سواء في المدرسة، أو في الحياة الاجتماعية بشكل عام. ومن الممكن أن يصل الاضطرابات الشخصية إلى مراحل عليا، ويصل إلى مرض نفسي يستلزم إلى الطبيب والعلاج النفسي. هل أحد منكم يعرف المعنى العلاجات النفسية؟ يا تفضلي. العلاج النفسي هو عملية منهجية لمساعدة الناس للتغلب على الصعوبات النفسية التي تختلف من مشكلة لمشكلة ومن معالج لمعالج، ولكنها عادة تشمل الطبيب والمعالج وسلسلة من الاضطرابات العلاجية بهدف تغيير السلوك المضطرب إلى سلوك طبيعي، ينظر الفرد إلى العالم بنظرة أكثر إيجابية. إذن العلاجات النفسية هي سلسلة من الاتصالات الطبية مع الطبيب للوصول إلى السلوك السليم والطبيعي. لننوح على أمر ما، أننا عندما نذكر الاضطرابات الشخصية فإننا لا نعني مرض نفسي، فهناك فرق شاسع بينهما. ولكن ما هي أسباب هذه الاضطرابات؟ تفضلي ريم. هناك العديد من الأسباب وراء هذه الاضطرابات النفسية، ولكن ليست محددة وليست معروفة، ولكن تزيد الخطر بالإصابة بهذه الاضطرابات النفسية. أولاً، العوامل الوراثية فقد تلعب دوراً كبيراً بإحدى الاضطرابات، فإذا كان لدينا إحدى الأبوين مصاب بهذه الاضطرابات أو بإحدى الاضطرابات، فيزيد الإصابة للأطفال بالاضطرابات النفسية، أو الإساءة للطفل أو الإنسان الذي تكون حياته الأسرية غير مستقرة أو فوضوية، فهذا كمان يؤدي إلى الاضطرابات النفسية. أيضا لدينا العوامل البيولوجية، وهي عوامل مؤثرة كإصابات الدماغ، فشخصية الإنسان تكون مبنية على ما مر به في الماضي. إذن من أسباب الاضطرابات الشخصية يكون إما في التغيرات البيولوجية، أو في المواقف السلبية في حياة الشخص، أو التاريخ العائلي. ولكن ما هي أعراض هذه الاضطرابات، وكيف نميز الشخص الذي يعاني من هذه الاضطرابات؟ تفضلي سارة. تتعدد أعراض الاضطرابات الشخصية، وتختلف طبعا اختلاف هذه الحالة. ولعلم الأهم وأبرز هذه الأعراض هي: أولا، اضطراب المزاج، وهي تنطوي على اضطرابات انفعالية تتكون من حزن مفرط لفترات طويلة، أو سعادة، أو ابتهاج مفرطين، أو كلاهما. ثانيا، العدوانية والعنف، والسبب الأساسي لها هو الوقوع في دوامة من الكراهية أو القلق أو الخوف أو انعدام الأمن أو الإحباط والفشل. هلأ، من المعروف كما ذكرتي فيما يخص الحقد أو الكراهية، أن المحبة تعطي الجسم طاقة إيجابية تدفع الفرد نحو التفكير بالشكل السليم والصحيح، وتدفع الفرد نحو الإبداع. أما الحقد والكراهية تعطي الجسم طاقة سلبية تمنع الفرد من التفكير بشكل صحيح، وتمنع الفرد من التوجه نحو تحقيق ذاته بالشكل السوي في المجتمع. فكلنا نعلم أن التكيف الذاتي هو تكيف الفرد مع ذاته، أما التكيف الاجتماعي هو تكيف الفرد مع البيئة المحيطة به.
وكلاهما سواء التوافق الذاتي أم التوافق الاجتماعي هما أمران ومن مؤشرات الصحة النفسية السوية، علما بأن تكيف الفرد مع ذاته أكثر أهمية من التكيف الاجتماعي، لأن تكيف الفرد بشكل إيجابي مع ذاته ينعكس على تكيفه بالشكل الصحيح والملائم مع الآخرين في المجتمع. وأيضا هناك الاكتئاب وهو اضطراب مزاجي يسبب شعورا دائما بالحزن وسببه فقدان الاهتمام، وهو يؤثر على السلوك والشعور والتفكير مما يؤدي إلى آثار جسدية وعاطفية متنوعة. رابعاً سوء أو زيادة تقدير الذات، يشعر الفرد غير مقدر لذاته بأن حياته سيئة وبلا قيمة، بينما يشعر الشخص المقدر لذاته بالثقة بالنفس ويحاول تحقيق أهدافه باستمرار ويزيد من التقييم لنفسه والشعور بالاحترام والقيمة والكفاءة. بكل تأكيد عندما يواجه الشخص الاحترام والحب من الأشخاص الآخرين يزيد تقديره الإيجابي لذاته، أما عندما يواجه الفرد الإهمال والتجنب من الأشخاص الآخرين يعمق تقديره السلبي لذاته. وهناك أيضا المشكلات التي تتحكم في العواطف وهي تشير إلى الاستجابات التي تكون بعرض سلوك غير مناسب ولا تقدم الاستجابات العاطفية المقبولة في المواقف المماثلة. من بعد ما تعرفنا على الأعراض، هل تستطيع أحدكم المقارنة المنطقية بين الشخصية المضطربة والشخصية السوية؟ تفضلي هيفاء. من بعد ما تعرفنا على الاضطرابات الشخصية وعن أسبابها وأعراضها، سوف نتعرف عن الشخصية السوية وكيف يكون الفرق بينها وبين الشخصية المضطربة. فإذا بدأنا بالشخصية السوية، فهي شخصية لديها تقبل للأفراد ولديها انفتاح اجتماعي، كما أنها تستطيع مواكبة ومواجهة أي أمور مختلفة ومشاكل الحياة، وأيضا تستطيع القدرة على علاقات المحافظة على علاقاتها مع الآخرين. أما الشخصية المضطربة فهي شخصية متناقضة تتجنب الآخرين، يدفع عليها التفكير السلبي، فهي شخصية لديها أيضا الصعوبة في الحفاظ على علاقاتها مع الآخرين بشكل مستقر ووثيق. حسنتي، ولكن هل هناك برأيك أهمية كبيرة لتكامل الشخصية وإجزاء الشخصية لكي لا يصل الشخص إلى مراحل من الاضطرابات الشخصية أو لهذه الاضطرابات؟ إن التكامل الشخصية وعمل أجزائها ووحدتها يكون التكامل الشخصية وعمل أجزائها ووحدتها يكون هو بشكل عام عندما ينظر الفرد نظرة إيجابية لنفسه ولمستقبله، وعندما يكون لديه تفاؤل حول المستقبل، وعندما لا يقلق بشأن ما يفكر به الآخرون عنه، كل ذلك ينعكس بشكل إيجابي على تقديره لنفسه ولذاته. والعكس صحيح، عندما ينظر الفرد نظرة سلبية لذاته ولمستقبله، وعندما يملك تشاؤم حول المستقبل ويكون لديه ثقة متدنية بنفسه ويقلق بشأن ما يفكر به الآخرون عنه، كل ذلك يؤدي إلى الانعكاس بشكل سلبي على شخصيته. أيضا يؤثر غياب الصحة النفسية على حياة الفرد وعلاقته مع الآخرين، وأيضا يؤثر على علاقته مع الآخرين. طبعا، لأن التوافق النفسي ينعكس على توافق الفرد مع ذاته ومع الأفراد الآخرين، مع المجتمع الذي يعيش فيه. بكل تأكيد هذا الكلام. ومن المؤكد أن هذه الاضطرابات لديها أنواع وأشكال عديدة وأنماط عديدة، وقد تندرج تحت مجموعات ثلاثة، وهي المجموعة ألف، والتي تكون هذه المجموعة وتتدرج المجموعات تبعا لتشابه الأعراض وتماثلها. لدينا أولا المجموعة ألف، والتي يكون بها الشعور والسلوك يكون غريب وشاذ إلى حد ما، ويندرج تحتها الشخصية الفصامية، وهذه الشخصية تتصف بأنها تعطي ردات فعل غير ملائمة للمواقف كالإصابة بحالات هستيرية من الضحك في المواقف الحزينة، كما لديها الشكوك تجاه الآخرين، ولديها شعور بأن المناسبات العادية لديها وراءها رسالة خفية
لا يدركها إلا المريض، والشخصية الانفصامية تشعر بالرهاب الاجتماعي الشديد ومن الانفصال عن الواقع، وقد تشعر بهلوسات. تشعر هذه الشخصية بانزعاج شديد خلال التواصل الاجتماعي، ومن سماتها التصرف بغرابة والتحدث مع النفس بصوت مرتفع أو عدم الرد على من يتحدثون إليهم. يفسرون المواقف اليومية بطريقة خيالية وغير واقعية، تميل للخرافات والقوى الخفية دائما. أما المجموعة الثانية وهي المجموعة ب، والتي تندرج تحت السلوك الذي يكون درامي إلى حد ما، ويكون هناك الردات الفعل المفرطة أو المبالغ فيها، ويندرج تحتها الشخصية النرجسية والشخصية المعادية للمجتمع. الشخصية النرجسية وهي الشخصية التي تشعر بالغرور والأهمية للذات كبيرة، وتهمل حاجات الآخرين. وقد تعرف الشخصية النرجسية بأنها هي التي يتضخم فيها شعور الشخص بأهميته، ويتولد لديه رغبة دائمة بالشعور بأهميته عند الجميع، ويرغب في أن يكون موضع إعجاب من حوله، وتنخفض لديه درجات التعاطف مع الآخرين، ومن سماته ظهور بالثقة المفرطة أمام الجميع، لكنه يكون هشاً أمام أي انتقاد، وهو من مجموعة ب كما تحدثنا سابقاً. أما الشخصية المعادية للمجتمع وهي الشخصية التي تتصف بمخالفة القواعد والقوانين ولديها سلوك عدواني، وتعرف الشخصية المعادية للمجتمع بأنها هي الشخصية التي تخالف القواعد دائما وتميل لانتهاك الحقوق الآخرين وخصوصياتهم. ينخفض الوازع الأخلاقي لدى الشخصية المعادية للمجتمع وتميل للأعمال الإجرامية وغير القانونية، تتميز بالسلوك العدواني تجاه الآخرين ولا يحترم من حوله. واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع هو من فئة ب كما تحدثنا. يعني أما هنا نحن بإمكاننا أن نسلط الضوء على أن الشخصية المتفانية هي الشخصية التي تمتلك قدرات عالية بنفسها، وهي تتجنب المشاكل وتسعى إلى تحقيق مستويات عالية من النجاح من خلال امتلاكها الإرادة والإصرار والمثابرة. بكل تأكيد. أما المجموعة الثالثة وهي المجموعة جيم، وتندرج تحت السلوك الذي يتصف بالتوتر والخوف. من هذه ومن أنماط هذه الشخصية التي تندرج تحت المجموعة جيم وهي الشخصية التجنبية، وتتصف بالخجل والخوف وعدم التواصل مع الآخرين وعدم القيام بأي نشاط يطلب التواصل مع الآخرين نتيجة الخجل المفرط لديها. وقد يصف أفراد المصابين بهذا الاضطراب أنفسهم بأنهم لا يشعرون بالراحة، قلقون، وحيدون، وعموما يشعرون بأنهم غير مرحب بهم من قبل الآخرين ومنعزلين عنهم. تختلف عن الشخصية الانعدالية، فهم غالبا يتجنبون المواقف الاجتماعية خوفا من الإحراج أو الانتقاد. يشعر التجنبي أنه غير كفئ أو غير جذاب، لذلك يتجنبون التفاعل الاجتماعي خوفا من التعرض للسخرية والكراهية. أما الشخصية الثانية وهي الشخصية الوسواسية، وهي الشخصية التي لديها السعي إلى الكمال والمثالية المفرطة، كما لديها الإهمال للأصدقاء والعائلة نتيجة الانشغال الدائم في الأعمال والمشاريع والأعمال والوظائف. وتتسم الشخصية الوسواسية بالسعي وراء الكمالية والاهتمام المفرط بالتفاصيل والقدرة على التحكم العقلي والشخصي، والحاجة الشخص إلى السيطرة على بيئته المحيطة بشكل يجعله غير منفتح أمام التجارب الجديدة. قد تعاني الشخصية الوسواسية من إدمان العمل أو انهماك الشديد في الأنشطة. قد يجد الشخص المصاب بهذه الاضطرابات صعوبة في الاسترخاء والشعور الدائم في أن الوقت ينفذ وأن هناك حاجة للمزيد من الجهد لتحقيق أهدافه. يعني هذا يعني أن الشخصية الوسواسية تختلف عن ما يعرف بالوسواس القهري. بكل تأكيد، فهناك فرق جوهري بينهما. فإذا جئنا إلى الفرق بينهما، فالاضطراب الوسواس القهري يكون هو من نوع من أنواع الاضطرابات القلق، بينما اضطراب الشخصية الوسواسية هو أحد من الاضطرابات الشخصية. وقد يكون في الاضطراب الوسواس القهري لا يؤثر عادة على العلاقات، بينما في الشخصية المضطربة وفي بشكل عام بالشخصيات المضطربة والوسواسية يكون هناك
لدينا تأثير على العلاقات كما تحدثنا سابقا. أما الشخصية الوسواس القهري لديها أفكار متكررة لا يمكن مقاومتها لتتابع أفعالها، ولكن الشخصية الوسواسية تمتاز بأنها لديها نمط تفكير غير مرن. والشخصي الوسواس القهري يلاحظ بأن المصابون بالاضطراب الوسواس القهري عادة أن لديهم مشكلة ويطلبون المساعدة، بينما الشخصية الوسواسية لا تشعر بأن هناك لديها مشكلة، وكما تحدثنا سابقا بأن الآخرين يشعرون بأنها هؤلاء المصابون بهذه الاضطرابات سلوكاتهم مزعجة وغير طبيعية، ولكن الشخص ذاته لا يشعر بهذا الأمر. وأخيرا الوسواس القهري يؤثر على عادة على جوانب الحياة العقلية والاجتماعية، أما الشخصية الوسواسية لا يجيدون إبقاء العلاقات الشخصية. أما الشخصية الثالثة التي تندرج تحت الفئة جيم وهي الشخصية الاعتمادية، وتمتاز بالاعتماد المفرط على الآخرين، كما لديها فقدان الثقة بالنفس وعدم القدرة والخوف على تأمين الرعاية الذاتية. وتعرف الشخصية الاعتمادية بأنها هي الشخصية الواهنة أو التي يصف بها بالشخصية الضعيفة، وهي تعتمد على الآخرين ولا تحقق الاستقلالية، وترغب دائما في الرعاية والعناية والاهتمام من الآخرين. تلقي الشخصية الاعتمادية بمسؤوليتها على من حولها، وهو من الاضطراب في أجيب الذي ذات طابع متخوف كما تحدثنا سابقا. ولكن السؤال الذي يطرح ذاته هنا، كيف يمكن التعامل مع هؤلاء الشخصيات، وكيف يمكن نحن أن نتعامل معهم بكونهم ليسوا جيدون في الحفاظ على العلاقات بينهما؟ كيف يمكن؟ هلأ تفضلي. لكل نمط من أنماط الشخصية المضطربة طريقة تعامل خاصة به، ولكن التعامل بشكل عام يكون من خلال الاستماع لهم ومساعدتهم في الوصول إلى الطريق الصحيح ومعاونتهم في التخلص من مشكلاتهم، وذلك دون توجيه أي كلام جارح لهم. إذ أنه من الضروري الاستماع إليهم لمعرفة المشكلات التي يواجهونهم. أما الخطوة التالية فهي نصح الشخص المضطرب بزيارة الطبيب النفسي، على اعتبار أن الناس ليسوا مؤهلين لإصدار المشورة، وكما أن الكثيرين يخشون زيارة الطبيب النفسي، فيجب التحدث معهم بكل إيجابية وعدم المبالغة في عقاب المريض حتى ولو تسبب بالكثير من المشاكل، بل يجب التعامل معه برقة ولطف واحترام. فالتعامل بقسوة قد يسبب تداعيا في حالة المريض، وتحذر الإرشادات من جدل مع الذين يعانون اضطرابا نفسيا وزيادة مشاكلهم التي يعانون منها. وذلك أما في حالة كان هناك اكتئابا شديدا، فيجب التعامل معهم بكل لطف واحترام، وذلك من خلال طلب مساعدة على الفور ومنعهم من محاولة إيذاء أنفسهم أو الإقدام على الانتحار بشكل ضروري. يعني تعزيز الثقة بالنفس بكل تأكيد، وتعلم المهارات الاجتماعية، والتعرف على مواطن ونقاط القوة في شخصية الفرد وتدعيمها، وإصلاح نقاط الضعف، كل ذلك يساعد على تقوية شخصية الفرد، وكل ذلك يؤدي إلى تنمية مهارات الفرد من أجل مواجهة العوائق والمشكلات والصعوبات التي تواجهه، وبالتالي نحوله من شخصية تشاؤمية غير متقبلة لذاتها والحياة إلى شخصية تفاؤلية متقبلة لذاتها والحياة والآخرين. ولكن هل أسلوب التعامل كافي لمعالجة هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم، أم هناك علاجات طبية مستندة إلى أسس علمية وطبية أيضا؟ تفضلي. لا، هو بكل تأكيد هناك علاج لهؤلاء المصابين، وقد يكون العلاج متنوع ومتعدد. مثلا المريض الذي يعاني من الاضطرابات الخفيفة يمكن السيطرة عليها من خلال اللجوء إلى طبيب نفسي أو غيره من المعالجين. فهناك العلاج النفسي، وهو يسمى أيضا بالحوار، وهو الأسلوب الرئيسي للعلاج بالاضطرابات الشخصية. ولدينا العلاج بالأدوية، وهناك أنواع عديدة من الأدوية التي تساعد في مختلف الأعراض للاضطرابات الشخصية. وهناك مثل المضادات الاكتئاب التي قد تساعد هذه المضادات المفيدة في العلاج الذي يعاني من الحالات المزاجية أو اليأس أو الغضب. وهناك بعض الحالات الشديدة التي يمكن أن تعرض المريض للحصول على المستشفى للرعاية النفسية الذي يتمكن من إيذاء نفسه أو إيذاء الشخص الآخر.
أحسنتي، إذن العلاج لهؤلاء إما يكون في التعامل أو لنقول معا أن يجب أن نتابع الطريقان وهو التعامل معهم بالشكل اللطيف وأيضا العلاجات الدوائية واللجوء إلى الأطباء. ومن بعد ما تعرفنا عن معنى هذه الاضطرابات وأسبابها وأعراضها وأنماطها، نتمنى من الجميع أن يتعاملوا باللطف وترك البصمة الإيجابية في حياة الآخرين والتحدث دائما في الكلام الجميل، فالكلمة الجميلة قادرة أن تجعلنا أفضل، قادرة أن تعيد لنا الحياة. اجعلوا في كلامكم الكلام اللطيف والجميل دائما في حديثكم أيضا. ونتمنى في حال رأيتم أحد من المحيطين بكم يعاني من أعراض هذه الاضطرابات إرشاده إلى الطريق الصحيح ومساعدته ومد له يد العون. ونختم هذا الدرس بتوجه بجزيل الشكر لأستاذ المشرف حافظ الشحوذ، وبالتوجه للشكر لزملائي، ونشكركم على المتابعة، ونتمنى لكم السلام الصحي والنفسي الدائم. دمتم في تميز وتألق وتفوق ونجاح دائم.